عليكم حبيباتي، وش راكم وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي وتكونوا بصحه جيده في هذه الظروف اللي رانا نمروا بها. جيتكم اليوم بوصفه جديده، وصفه صحيه في هذا الوقت اللي رانا فيه نحتاج وصفات طلع لنا المناعه. جبت لكم ان سوب، انا نقول سوب مي، انا خيرت نسميها حساء البصل لاني اعتمدت عليه على كميه مليحه من البصل باش تعرفوا فوائد البصل لا تعد ولا تحصى. هي مليحه في هذا الوقت كما قلت تطلع المناعه بزاف، البصل فوائده مليحه. نبدا على بركه الله في المقادير. عندي كميه مليحه من البصل، انا درت زوز حبات كبار بصل، درت واحد فلفل حلو قصيته عشوائيا لانه تعرفوا لا سوب راح تميكسا ما يهمش كيفاش تقصوا الخضر تاعكم. حبه جريوات مقصوصه كيما قلت لكم عشوائيا، واحده جزر، وحبه بطاطا، وحبه طماطم انا قشرتها وقصيتها، وليزي بيس عندي ملح وزعتر وزنجبيل. كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات انا نحب هاد اليامات نعتمد بزاف في وصفاتي على الزنجبيل والزعتر باش يطلعوا المناعه مع البصل، يعني نديرو انتي كورونا. مع كميه من الثوم انا ما ربيتهاش، مجرد اني قشرتها وحطيتها انها راح ترحى كما قلنا. وعندي زوز ملاعق من الشوفان، الشوفان ايضا فوائده معروفه جدا وبنته مليحه في لاسوب. انا راح نضيفه من الاول، ولادي ما يحبوش راح نضيفه من الاول باش يتقلى مع هذا الخضر باش من بعد نميكسيه وما يبانش وياكلوه. وعندنا زيت ولا زيت زيتون ولا زبده، انا اخترت زيت زيتون لانها فايده مادام راح ندير سوب نتاع مرض وطلع المناعه، نختار زيت زيتون خير من الزيت والزبده. واللي ما يحبش زيت زيتون يدير الزيت، واللي ما يحبش الزيت يدير ملعقه من الزبده. نبداو على بركه الله، كميه قليله فقط من زيت زيتون. انا عندي زيت زيتون ريحتها ما شاء الله. نضيف كميه البصل اللي عندي كيما قلت لكم كميه لاباس بها، عليها قلت لكم نسميه حساء البصل. نضيف البطاطا، نضيف الفلفل الحلو والجزر والجريوات تاعي، وحبه الطماطم والملح والزعتر والزنجبيل، وربع فصوص ثوم صغيره عفوا، وزوج ملاعق قلنا مش معمرين من الشوفان. نخليهم مليح ومن بعد نمرقهم وراكو معانا. كيما راكو تشوفوا الخضرة تاعنا ذبالت وتقلات مليح كيما راكو تشوفوا. في هذه المرحلة نمرقها ونخليها تطيب، كي تطيب الخضر تاعي نميكسيوها وتكون واجدة. انا نمرقها بماء ساخن، حتى تغطى الخضر تاعي كل. ونخليها تطيب على نار متوسطة. بعد ما طاب الحساء تاعنا كيما راكو تشوفوا الخضرة طابت مليح وعقد المرق مليح، راح نميكسيه باش يكون واجد معانا. بعد ما ميكسيتها معاكم ووجدت معانا جات خاثرة تهبل وبنتها هايلة. انا ننصحكم ديروا زيت زيتون لانها ما بانتش اطلاقا في هذه الوصفة، والله ما بانت، ذقتوا ما بانتش، ولادي ذاقوها قالوا لي ما كانش فيها. يعني ننصحكم ديروا زيت زيتون خير. انا حنقدمه امامكم في طبق التقديم. ونزينه بشويه كريمه الحساء صحي بزاف كيما قلت لكم، خاصه في هذه الاونه اللي رانا فيها كثر المرض وكثر الوباء، لازمنا نكثروا من هذه الوجبات الصحيه.
انا قدمت معاه خبز محمص كما راكم تشوفوا، وراح نزينه بالكريمه امامكم. هذا قلب ليكم حبيباتي. التزيين اختياري كيما تحبوا. نزيد له كميه من النقاط ظاهره على القلب. نجموا ايضا هذه الدوائر اللي درتهم تشكلوهم بكوردون يجيوا على هذا الشكل ايضا. هذا انتم كبروا فيهم وشكلهم كيما تحبوا. في الاخير حبيباتي ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق وتجربوه. كيما قلت لكم صحي بزاف، والبصل فيه كميه كبيره من الزنك اللي تنفع المناعه في هذا الوباء. ربي يرفعه علينا ويحفظ الامه الاسلاميه ويشافي المرضى ويرحم موتانا. نقول لكم حبيباتي اشتركوا في القناة وادعموني، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بليجام ولي كومنتار. وإلى الملتقى في فيديو آخر حبيباتي، مع السلامة.